الفنانة الجميلة نهال عمر، بنرحب بيكي وكلمة توجهيها النهاردة للفنانة عايدة كامل في تكريمها من المركز القومي للمسرح. أقول ألف مبروك، والفنانة عايدة كامل تستاهل تكريم واثنين وثلاثة وكل يوم. فنانة قديرة وليها تاريخ كبير، وفنانة رقيقة ومحترمة، وفنانة ليها فكر، يعني جميلة، إنسانة جميلة جدا، وأنا سعيدة بالتكريمات وبشكر سيادة الوزير على إنه هو كل شهر بيعمل تكريم لفنانة قديرة تستحق التقدير. يعني أعمالك القادمة؟ فوق السحاب مع الأستاذ هاني سلامة وأستاذ رؤوف عبد العزيز، وإن شاء الله عندي مسلسل تاني، عندي قصدي مسرحيتين، المسرحية الأولى مع الأستاذ مصطفى درويش ودي كوميدي، ومسرحية تانية ذوق المداء إن شاء الله مع الأستاذ عادل عبده. طبعا مدام عايدة دي فنانة كبيرة وفنانة راقية جدا وفنانة عزيزة على قلوبنا كلنا، وست هادية ونفسها هادي، عمرها ما عملت مشاكل مع حد. يمكن أنا اشتغلت معاها في الإذاعة كتير قوي، واشتغلت معاها في بداية حياتي مسلسل اسمه خطوات في الظلام حاجة كده، وكان مسلسل حلو جدا، وكانت حقيقي وعارفة أن أنا جديدة لسه، كانت محتوياني يعني، وظلت الصداقة بيني وبينها أو الحب اللي بيني وبينها يمكن فترة طويلة قوي، ولكن هي في القلب وهي أنا بحبها قوي وفرحانة لها جدا، لأن كان المفروض التكريم ده من سنين ولكن جه متأخر، ولكن الحمد لله أن هي برضو افتكروها وكرموها وهي تستاهل أكتر من كده كمان. كلمة حضرتك توجهها للفنانة عايدة كامل في تكريمها النهاردة من المركز القومي للمسرح. أقول لها يا أختي وحبيبتي عايدة كامل الفنانة العظيمة القديرة، ألف ألف مبروك. وطبعا ده تكريم جه متأخر جدا، بس أنت فعلا زي ما قال أستاذ خالد جلال، قال إحنا بنشكرها أن هي اللي كرمتنا بقبول التكريم ده. كانت جملة جميلة قوي من النجم المخرج الكبير خالد جلال، وانا مش هضيف اكتر من انها بقول لها الف مبروك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه، ويا رب يديك الصحه والعافيه وتنتجي اكتر وتبدعي اكتر، وكل سنه وانت والفن الجميل بخير طيبه. راي حضرتك في النهج اللي بتنتهجه وزاره الثقافه بتكريم احد رواد الفن شهريا؟ نعم. راي حضرتك في النهج اللي بتنتهجه وزاره الثقافه بتكريم احد رواد الفن شهريا؟ ده شيء جميل، ودي لفته انسانيه بشكر فيها السيد حلمي النمنم الكاتب الكبير معالي الوزير، وبقول ان هو يعني بشكره، ويا رب فعلا زي ما سامح السريتي الفنان الجميل قال، اقترح على سيادة الوزير انه لازم يهتم بالانتاج الفني، لانه لو ما كانش وزارة الثقافة تنتج فن امال مين؟ هي وزارة الثقافة.